الله على السلامة أبو خالد. أبو خالد حبيبي على السلامة. احتفاء كبير بعودة عبد الله رويشد بعد رحلة علاج استمرت عدة أشهر بألمانيا. عاد سفير الأغنية الخليجية الفنان الكبير عبد الله رويشد إلى وطنه الكويت وسط احتفاء جماهيري كبير، واستقبله في المطار الفنان نبيل شعيل والمدير التنفيذي لشركة روتانا سلم الهندي وعدد كبير من المسؤولين. كما تصدر هاشتاغ عودة رويشد ترند تويتر بمشاركة نجوم الخليج احتفاء بعودة وسلامة الفنان الكبير. وكان رويشد البالغ من العمر 63 عاما قد أصيب في فبراير الماضي بجلطة في المخ استدعت سفره للعلاج في الخارج، وفور تحسن حالته عاد إلى وطنه. ويعد رويشد من أبرز رموز الفن في الكويت والعالم العربي. بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات واشتهر بصوته العذب وأغانيه التي تجمع بين الأصالة والتجديد. تعاون مع كبار الشعراء والملحنين العرب مما جعله يحافظ على مكانته كأحد أبرز الفنانين في الساحة العربية الفنية. تجاوزت شعبيته حدود الكويت ليصبح سفيراً للأغنية الخليجية، إذ قدم مجموعة من الألبومات التي لاقت نجاحاً كبيراً وأثرت في مشاعر أجيال كاملة.